حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نشرت صحيفة الجارديان مقالا لمحرر شؤون الدفاع والأمن دان صباغ، قال فيه إن حرب العراق كانت قد بدأت في جدل شديد وشوهت خلالها السمعة الأخلاقية للمخابرات البريطانية والقوات المسلحة لجيل كامل. بعد فترة طويلة من توقف القتال الأخير قبل إطلاق رصاصة في العراق من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قدمت المخابرات البريطانية أدلة معيبة حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة لصدام حسين التي تم تبسيطها وتضخيمها من قبل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير في مقدمته لملف العراق السيء السمعة الصادر في أيلول سبتمبر عام 2002، لكن هذا لم يكن صحيحا، وأثبت أنه لم يكن كذلك بعد انتهاء الغزو الأولي. قال تحقيق أجراه السير ويليام جيج في عام 2011 في وفاة موسى إن الجنود البريطانيين شنوا اعتداءات عنيفة وجبانة على المدنيين العراقيين وعرضوهم للركل والضرب غير المبرر، وأنه كان هناك جهل واسع النطاق بما هو مسموح به في التعامل مع أسرى الحرب، ومثل هذه الاتهامات كانت باهتة إلى حد ما مقارنة بما حدث في سجن أبو غراب الذي تديره الولايات المتحدة في شهر نيسان أبريل عام 2004، حيث تم الكشف عن قائمة غير عادية ومخزية من الانتهاكات. كان أبو غراب جزءا من الفساد الأخلاقي الذي ظهر مع استمرار الحرب على الإرهاب. تجاوزت بعض القضايا التي تم تسليط الضوء عليها حدود العراق، كما يتضح من تقرير صادر عن لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني الذي نشر في عام 2018، والذي خلص إلى أن ضباط المخابرات البريطانية كانوا في مناسبتين طرفا في إساءة معاملة السجناء، وشهدوا ذلك في 13 مناسبة، واستفادوا من معلومات استخبارية من أشخاص يشتبه في تعرضهم للتعذيب قرابة 200 مرة. يرى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني من عواقب غزوها للعراق قبل نحو 20 عاما، التي تراوح ما بين تمكين إيران وتضاؤل نفوذ الولايات المتحدة نهاية بتكلفة بقاء القوات الأمريكية في العراق وسوريا لمواجهة مقاتلي داعش. ويقول المسؤولون إن قرار الرئيس السابق جورج دبليو بوش في عام 2003 إطاحة صدام حسين بالقوة وتقليص أعداد القوات الأمريكية الذي أدى إلى اندلاع الصراع الطائفي ثم الانسحاب الأمريكي في نهاية المطاف عام 2011، كلها عوامل أدت إلى تشكيل الوضع المعقد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. قال النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج ملقيا اللوم على فشل واشنطن في تأمين العراق إن الغزو الأمريكي ربما كان خطأ استراتيجيا كبيرا مثل غزو هتلر للاتحاد السوفيتي في عام 1941، وهو ما انتهى بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وفقا لتقديرات دراسة تكاليف الحرب التي نشرتها جامعة براون هذا الأسبوع، فإن تكلفة الحربين في العراق وسوريا بالنسبة إلى واشنطن وصلت حتى الآن إلى 1.79 تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون ووزارة الخارجية ورعاية المحاربين القدامى والفائدة على ديون تمويل الصراعات، وسترتفع هذه التكلفة إلى 2.89 تريليون دولارا عند الأخذ في الاعتبار تكلفة رعاية المحاربين القدامى المتوقعة حتى عام 2050. تلقت مصداقية الولايات المتحدة ضربة قوية من جراء قرار بوش بالغزو بناء على معلومات استخباراتية تبين في نهاية المطاف أنها زائفة ومبالغ فيها وخاطئة بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. نشرت صحيفة التايمز تقريرا لكاثرين فيليب من بغداد بعنوان صدام كان مريعا لكن كنا نعيش في أمان. وتقول الكاتبة إنه نقلا عن أحد الناشطين واسمه أحمد أنه يتذكر بوضوح مزيج الإثارة والرعب الذي شعر به عندما بدأ الأمريكيون في قصف مدينته. وتضيف الكاتبة أنه بعد 3 أشهر أصبح والد أحمد ضحية هذا الغزو،
حين كان هدفا خاطئا للغزو الأمريكي، إذ أطلق الجنود الأمريكيون المتوترون النار عليه عند نقطة تفتيش. بعد 20 عاما على بداية الغزو الأمريكي، أصبح من المعترف به على نطاق أن الغزو أخفق إخفاقا ذريعا، وكان حماقة متعجرفة تستند إلى معلومات استخبارية كاذبة أن تداعيات الغزو مستمرة على مر السنين، مما أدى إلى زيادة قدرة القادة الاستبداديين في أماكن أخرى من العالم على التصدي لمناشدات شعوبهم من أجل الديمقراطية. وتقول الكاتبة إن العراق نفسه كان الأكثر تضرراً من تبعات الغزو، حيث تلته أحداث أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من أبنائه ودفعت الملايين إلى الفرار إلى الخارج، بالإضافة إلى نظام سياسي يسمح للفساد والطائفية بالازدهار. وتحت عنوان الاتفاق الإيراني السعودي معالجات إقليمية لا تقبل التسويات، نقرأ مقالا للكاتب صهيب جوهر يقول: لا تزال التعليقات مشتعلة في الأوساط السياسية والدبلوماسية الإقليمية حول المصالحة السعودية الإيرانية برعاية الصين، التي شكلت حدثا صادما ومن خارج السياق المتوقع لمسار الأحداث الملتهبة في الشرق الأوسط، فيما ألقى الموضوع بثقله على الساحة السياسية اللبنانية بسبب تعدد القراءات التي غلبت عليها مطالعات من المبالغة والتكهن غير المحسوب. ويضيف الكاتب أيضا: وهذه التمنيات اللبنانية تنطلق من مسارات متشابكة، بكون الصراع السياسي والطائفي في لبنان هو امتداد للنزاع الإقليمي الكبير، لكن اللبنانيين لم يتعلموا يوما أن سلوكهم الطائفي تجاه النزاعات التي دمرت وما تزال بلدهم لا يؤدي سوى إلى مضاعفة المآسي وإلى دفع فواتير باهظة الثمن، وهو ما كان يحصل دوما. المؤشرات الميدانية للاتفاق على الرغم من كل ما يحكي هو أن حدة النزاع في الخليج ستتراجع ليحل مكانها الأداء التبريدي في البحر المتوسط والممرات النفطية في الخليج ومضيق هرمز، وهو ما سيضمئن الدول المصدرة والمستهلكة للنفط بعدما أدت المواجهات والاستهداف المستمر لناقلات النفط إلى ارتفاع التكلفة ما بين شركات التأمين وأصحاب السفن العملاقة، وخاصة أن الضمانة الصينية للاتفاق صارمة بالنسبة إلى الجانب الإيراني، لأن بكين ستكون أحرص على ضمان نجاح تطبيق الاتفاق، ليشكل ذلك لاحقا نجاحا لدورها كوسيط دولي رئيسي في العالم. أما الشق اللبناني فهو المؤشر الفعلي على سياسة فصل الملفات بين الرياض وطهران، انطلاقا من الموقف السعودي الصارم في ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وشكل النظام السياسي في لبنان واتفاق الطائف. الجميع في لبنان سيكون أمام انعطافة في طبيعة علاقة الدول معه. أكد هوارد دبليو فرنش في مقال تحليلي بعنوان مساعي الصين الحميدة في مجلة فورين بوليسي أن معظم التعليقات الغربية الفورية على الوساطة الصينية بين طهران والرياض ركزت على أن الخطوة تعكس الطموحات الصينية العالمية المتنامية، حيث يرون أن أي تقدم للصين يخصم من نفوذ ورصيد الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن فهم الآثار المترتبة على النجاح الوساطة الصينية يتطلب رؤية أعمق وأكثر انفصالا عن العاطفة، منتقدا التحليلات التي ترى أن التقدم الصيني في الشرق الأوسط يعني بالضرورة تراجع النفوذ الأمريكي. الدبلوماسية الأمريكية كانت مهووسة لفترة طويلة بالاستجابة للتهديدات وتحديد الفاعلين السيئين، الأمر الذي كان يخرج واشنطن من مسار دبلوماسيتها القديمة التي تظهرها حريصة على خفض التوترات حول العالم. واستشهد بموقف واشنطن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل الأمد، حيث تحالفت واشنطن مع الطرف الثاني لدرجة أنها لم تعد تستطيع توجيه النقد الهادف له أو تمارس الضغط عليه لتحسين سلوكه، كما في مسألة بناء المزيد من المستوطنات في الأراضي التي يطالب بها الأخير. وشدد المحلل على أن هذا هو النمط السلوك الذي حرم واشنطن في نهاية المطاف من المصداقية أمام الفلسطينيين وكذلك الدول العربية التي تحرص على إيجاد حل لهذه الأزمة المعقدة.
مشاهدينا الكرام، نتابع الآن الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم من جديد. شهد عدد من الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية إضرابات واحتجاجات تحول بعضها إلى أعمال عنف وانتهت باعتقال العشرات. في فرنسا تدخلت الشرطة باريس لتفريق آلاف المتظاهرين بالقرب من البرلمان، ولاحقا قال وزير الداخلية جيرالد دارمانيان إنه تم توقيف 310 أشخاص على هامش تظاهرة ضد قانون إصلاح التقاعد، والذي تسبب في خروج الآلاف إلى شوارع عدة مدن بعد استخدام الحكومة مادة دستورية لتمريره. أما في اليونان فقد وقعت صدامات عنيفة على مقربة من البرلمان في العاصمة أثينا بين الشرطة ومتظاهرين على هامش تجمعات غاضبة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين بسبب حادث القطار الذي خلف 57 قتيلا. في ألمانيا ألغيت مئات الرحلات الجوية في 4 مطارات على خلفية إضراب أفراد الأمن بسبب الخلاف المستمر حول الأجور وظروف العمل. بعد 4 سنوات على مجزرة مسجدي نيوزيلندا، التسامح شعار ذوي الضحايا. تتذكر العائلات والناجون من مجزرة المسجدين في عام 2019 في مدينة كرايست تشيرش جنوبية نيوزيلندا الحادثة المروعة في ذكراها 4 عبر تكريم أحبائهم بالرحمة والتسامح ومساعدة الآخرين. وفي 15 من مارس آذار 2019 شهدت مدينة كرايست تشيرش مجزرة مروعة، حيث هاجم إرهابي يدعى برينتون تارانت بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي النور ولينوود، وأسفرت المجزرة الإرهابية التي بثها المنفذ مباشرة عبر حسابه على فيسبوك عن مقتل 51 شخصا وإصابة 50 آخرين. نتابع الآن مشاهدينا الكرام الفيديو الذي اخترناه لكم اليوم من مواقع الصحف. كوارث فوق القضبان، سنكون صوت كل الموتى، شعار رفعه محتجون في أثينا، صدامات مع الشرطة، رشق حجارة، قنابل غاز مسيل للدموع. ماذا يجري في اليونان؟ عشرات القتلى، حادثة تصادم قطارين تسفر عن مقتل العشرات. عمت بعدها التظاهرات في شوارع العاصمة اليونانية، واتهم المتظاهرون الحكومة بالتقصير في صيانة منظومة النقل في البلاد.
رئيس الوزراء وعد بتحسين سلامة السكك الحديدية، فيما أعلن وزير النقل اليوناني استقالته من منصبه. سبق ذلك توجيه تهمة القتل غير العمد إلى مدير محطة قطار لاريسا. فالحادث الذي وقع بتصادم قطار نقل بضائع وآخر للركاب يعد من أقصى الحوادث التي شهدتها البلاد، سجل أمان ضعيف. تتمتع اليونان بسجل ضعيف في مجال سلامة السكك الحديدية مقارنة ب28 دولة أوروبية، وقد سجلت أعلى معدل وفيات بحوادث القطارات بين الأعوام 2018 و2020 بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي. فشبكة القطارات في اليونان حافلة بالمشاكل، وأخطرها إرهاق الموظفين ممن يتقاضون رواتب قليلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. عمال السكك توعدوا بدورهم بإضراب شامل على خلفية عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات اليونانية إزاء سكك الحديد على مر السنين، وفقا لوكالة رويترز. اليونان ليست الوحيدة. شهد العالم فواجع لا تحصى فوق قضبان السكك الحديدية، لعل من أشهرها حادثة قطار سان ميشيل دي موريا ميلتي التي وقعت عام 1917 فوق جبال الألب، وأسفرت عن مسرع 435 جندياً بعد عودتهم من الجبهة الإيطالية. كذلك فاجعة قطار العياط في مصر عام 2019، والتي أودت بحياة العشرات بعد اصطدام قاطرة بخزان وقود في محطة مصر وسط القاهرة. وكارثة القطار الهندي الذي خرج عن مساره في 6 حزيران 1981 ليغرق بمن فيه في نهر باغماتي، ما أسفر عن مسرع 500 شخص بحسب الحكومة الهندية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.